الآن أمسيت الأناشيد الإسلامية اليوم الاثنين القادم. السؤال هل نجحنا ولا ما نجحنا؟ أكبر نجاح أن بفضل الله جل وعلا، وأنا بيكون صادق مشاري واسمحوا لي الوطن، أن يمكن حنا قاعدين نأخذ البرومو اللي في التلفزيون أقل كمية برامج الدينية، يمكن الأغاني قاعد تستحوذ على الأكثر في الدعايات، لكن بفضل الله تذكرون محاضرة الشيخ محمد حسان والشيخ فهد الكندري والشيخ محمد العوضي، كانت الآلاف في الخارج، كذلك الشيخ مشاري العفاسي، كذلك المحاضرة الماضية الناس في الشاشات كانوا يتابعون كل دول العالم، جاءتنا رسائل من كل الدول تقريبا، الناس كانت تتابع وتشاهد، واليوم الناس تنتظر الشيخين بأحر من الجمر. الكويت الحمد لله سباقة، الكويت الحمد لله البرامج الدينية هي الناجحة بلا شك، وإحنا نطالب إن شاء الله الوطن السنة القادمة أعطونا الثلث، السنة القادمة أعطونا الثلثين إن شاء الله، السنة اللي وراها كلها إن شاء الله برامج دينية بإذن الله جل وعلا. الآن تنطلق حملة ركاز الأمس، من حضر في سوق شرق ما له محط رجل، الناس كلها حاضرة ساعة قبل الوقت، المكان ممتلئ، حملة ركاز تمتد وبرد طريق الإيمان، عندها حملات، مشروع درر هذه إحدى حملاتها، أيضا عندهم حملة شهر من الآن بدأت وشهر أربعة راح تختم، حملة على مستوى الكويت في الحجاب. عندنا حملة جديدة، طريقة جديدة إعلامية، ما نبي واحدة تجبر على الحجاب، لا، نبي البنية بروحها تجينا بتسع سنين وعشر سنين تقول أنا بتحجب، شلون؟ إحنا راح نسوي إن شاء الله حفل ودعاية إن شاء الله، يعني إحنا نظن أنها أول مرة تصير عندنا في أي دولة عربية إن شاء الله. نبي الكل يشارك، شفتوا كل الرجال وقفوا ويانا، كل النساء نبي الكل يشارك معانا. خاطبنا اليوم وزارة التربية، قالوا قدموا لنا كتاب رسمي راح نتعاون وياكم مع المدارس المتوسط والابتدائي. وزارة الأوقاف إن شاء الله راح يشاركونا في الخطب، خطب الجمعة وغيرها. تلفزيون الوطن بإذن الله عز وجل، أنا لحين ما كلمتهم لكن أظن بلا شك تلفزيون الوطن كما يرعى ركاز ودرر راح يرعى هذه الحملات الإيمانية الدينية بإذن الله جل وعلا. جريدة الوطن أيضا راح ترعى، لكن نبي كل واحد يشاركنا في حملة إعلامية على مستوى الكويت كلها. نبي إن شاء الله بعد سنوات ما في طالبة في الابتدائي عمرها تسع سنين إلا متحجبة بإذن الله جل وعلا، لا إجبارا لكن رغبة، وإن شاء الله وقفوا ويانا وهمتكم إن شاء الله ويانا. الشيخ يقول عنده رسالة جاءتها من الجوال، رسالة يعني تضيق الخلق، الشيخ لازم يقول أقولها. رسالة أخت تقول أنا متعلقة أو لعلاقة بشاب ملتزم لكن نلتقي أحيانا بالحرام، أتمنى أحيانا يأخذ الله روحي قبل أن أحصل أو يصيبني هذا الأمر. تقول الأخ لعل متواجد اليوم بيننا، فانصح نصيحة أن يتقي الله، وإحنا ذكرنا الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اقطعوا علي عادي، مشاري ما عنده شيء، خلنا نقطع على مشاري عشان ما في وقت بعد الفاصل ولا لا؟ لا لعل في برنامج ثاني إن شاء الله. ما قصروا جريدة الوطن تلفزيون الوطن على الرعاية العظيمة هذه لهذه البرامج، نلقاكم إن شاء الله يوم الاثنين، ما أدري مشاري لعل عنده خاتمة، مشكورين جزاكم الله خير. كل الشكر إن شاء الله. كأن في صوت أنا أسمع هناك. حياك الله. طيب أختفتوا. أعطيك وقت أختي بس عفوا. كل الشكر شيخ، إن ذكرت النجاح فالنجاح بعد توفيق الله عز وجل لكم أنتم الجمهور اللي من البداية كان أنتم عنصر نجاح بالنسبة لنا، وإن شاء الله نتواصل معاكم في حملات أخرى مع درر ومع مبرات طريق الإيمان. كل الشكر.